فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل يأتي امرأته في دبرها كل مرة ثم يتوب ثم يعود بعد ذلك، ثم استمر على هذا الحال فترة من الزمن، ويسأل هل عليه شيء في ذلك وماذا يعمل، علما بأن هذا الرجل يجبر امرأته على هذا بتهديدها بالزواج من امرأة ثانية، وماذا يفعل؟ نرجو الجواب وفقكم الله. نعم، لم يذكر في السؤال أنه تاب، فإذا كان مصرا على هذا الفعل فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتوب يرجع، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب أن يفرق بينهما، وهو كذلك، إذا علمنا أن هذا الرجل مصر على إتيان المرأة من دبرها فالواجب أن يفرق بينهما حتى لو كان لها أولاد منه، وحتى لو كان يتوب ثم يعود. فعلى هذا نقول لهذا الرجل: اتق الله وتب إلى ربك، وإذا تبت إلى ربك لم يلزمك شيء، وإن بقيت على ذلك فإن الواجب على المرأة أن تطالب بالفراق فيفرق بينها وبين زوجها. نعم.